طب كريستين، بالعودة إلى جنين وحول استهداف الطائرة المسيرة التابعة للاحتلال، يعني ماذا في التفاصيل؟ صدر بيان مقتضب عن سرايا القدس، ما هي المعلومات الواردة لديكم وماذا عن ردود فعل الجانب الإسرائيلي أيضا؟ بالفعل أعلنت المقاومة الفلسطينية رسميا أنها أسقطت فجر هذا اليوم طائرة مسيرة كانت تقوم بعمليات رصد وتصوير في سماء جنين شمالي الضفة الغربية. هي ليست المرة الأولى فراح تنشط في الآونة الأخيرة الطائرات التي يرسلها الاحتلال من أجل جمع معلومات وبيانات وتصوير تحركات وأنشطة فصائل المقاومة تحديدا التي تنشط في شمالي الضفة. نتحدث عن مدينة جنين ومخيمها وأيضا نابلس، ولكن هنالك تركيز مكثف على جنين. وأذكر على أنه قبل أسبوعين اغتالت إسرائيل خلية عسكرية، ما زعمت أنها خلية عسكرية، عندما أطلقت صاروخ من طائرة مسيرة واغتالت خلية باستهداف سيارة قرب حاجز الجلمة. هذه الطائرة المسيرة استهدفتها المقاومة تحديدا كتيبة جنين وأيضا كتائب شهداء الأقصى، استهدفوها بإطلاق صليات مكثفة من الرصاص، أطلقوا النار عليها بشكل مكثف إلى أن أسقطوها وسيطروا عليها. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في بيان مقتضب إن هذه الحادثة هي قيد التحقيق دون الإدلاء بأي تفاصيل. عندما يكون هنالك إسقاط لمسيرات عادة ما يصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيان يؤكد على أن لا يوجد تخوف من التسرب معلومات في هذا الشأن، فقط أصدر بيان وأكد هذا البيان على أن هنالك تحقيق في إسقاط هذه المسيرة. رسالة المقاومة الفلسطينية من خلال إسقاط هذه المسيرة قالتها المقاومة في بيان رسمي فرح، قالت إن مكان الاحتلال لما كان له على الأرض الفلسطينية تماما هذا المشهد في السماء، أن السماء الفلسطينية أيضا هي محرمة على الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أكده الإعلام، ما يسمى الإعلام الحربي لكتيبة جنين. كتيبة جنين هي تنظيم مسلح برز في عام 2021، ومؤسس هذه الكتيبة أغتيل في حزيران عام 2021. وعندما يغتال الاحتلال الإسرائيلي النشطاء المسلحين تتزايد الانضمام إلى مثل هذه الكتائب المسلحة والتي تنفذ عمليات إطلاق نار بشكل مكثف ابتداء من عام 2021 حتى يومنا هذا. شكرا جزيلا لك مراسلتنا كريستين ريناوي، كنت معنا مباشرة من رام الله.